طريقة متبل الحمص مع الشمندر المشوي بالفرن مزين بالصنوبر المحمص والرمان وشوية زيت زيتون. عم جهز بدي اعمل متبل الحمص بالشمندر. حطيت كبايتين حمص مسلوقين. انا الشمندر ما بسلقه، بشويه بالفرن. حطيت عليه حبتين شمندر مشويين، قشرتهم، نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة بابريكا مدخن، بتعطيهم طعم كتير طيب. توم ابدا ما بكتر، ربع معلقة صغيرة، عصير حبتين ليمون، وتقريبا 3 معالق زيت زيتون. وهلا رح اطحنهم. وهلا اول ما طحنتهم شوي رح احط بس معلقتين طعام طحينيه، ورح ارجع كمل طحنهم ليصير كتير ناعمين عندي. وهيدا متبل الحمص بالشمندر. هلا انا بس بحب قبل التقديم على طول حمص كم حبه صنوبر وحطهم على الوش، وبحط عليهم زيت زيتون وبيتقدم. وهيدا الشكل النهائي للحمص، حطيت عليه صنوبر محمص بدون مقليه بالزيت، وحطيت عليه زيت زيتون وبيتقدم.